لا يعني لا اخ لا ابدا، كل يعني كل واحد لا ظرفه، وكل واحد ولا يومه وكل شيء، ولا تقولين لا زوج لا حبيب لا ما شنو، ولا شيء ما يدوم لك لنفسك، ما يشيلك لنفسك. تقابلها؟ لا الحمد لله، ترى أنا متفائلة الحمد لله، يعني ترى أنا قبل سنة ترى ما كنت أملك كل هذا، يعني الحمد لله، يعني أنا قبل سنة ما كنت أتخيل إن أنا أكون بهالوضع ولا يكون عندي زي كذا، يعني الحمد لله، يعني أنا حالتي قبل سنة واجد أحسن وأفضل من الناس كثير، فأقول أقول الحمد لله. خلاص 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 خلاص، أنتو تبون الواحد يقعد يسكت 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 بعدين لا راح يتعالج نفسيا، قلت والله ايش فيه، كان يضحك ما كان مبين عليه. لو واحد قام بعدين يتعاطى حبوب وزق ونفس وطقت نفسه وقام مسكر بمستشفيات، قلت ايش فيه؟ اللي من حاشم سعود يا ربي ينصح ولا وش وش قاعد يسوي؟ صباح النور، انا انطرت يوسن لا إله إلا الله، أرجع لك أمشي بفكري شر ما عجبني موضوعكم